بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 94. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: وكان لبني ملكان، قال ابن إسحاق، نعم، وكان لبني ملكان ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة صنم يقال له سعد، صخرة بفلاة من الأرض طويلة. فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه ابتغاء بركته فيما يزعم. فلما رأته الإبل وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه، فغضب ربها فأخذ حجرا فرماه به، ثم قال: لا بارك الله فيك، نفرت عني إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على آله وأصحابه أجمعين. من جملة أصنام العرب في الجاهلية هذا الصنم المسمى سعدا، وكان صخرة يعبدونها ويذبحون عليها بهيمة الأنعام تقربا إليها، حتى أثر ذلك فيها، أثرت فيها الدماء، وصار منظرها كريها. فلما أقبل هذا الرجل بإبله ليتبرك بهذا الصنم ينزل البركة على إبله، لما رأت هذا الحجر وما عليه من الدماء نفرت وتفرقت، فقام وجمعها، ثم إنه كسر الصنم هذا وقال فيه هذا الشعر. نعم، أعيد الشعر. فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي. إيه، هذا الصنم يسمونه سعد. نعم. وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي. نعم. قال ابن إسحاق: فاعترف أن هذا الصخرة التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر، وإنما نفرت إبله لما عليها من الدماء المشوهة لها. نعم. قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة. نعم. وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب. عمرو بن الجموح هذا من أهل المدينة. نعم. وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات. فلما أسلم فتيان بني سلمة، معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة، وكانوا يدلجون الليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عبرات الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم، من عدا على إلهنا هذه، من عدا على آلهتنا هذه الليلة. قال: ثم يغدو يلتمسه، حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك،
فيغدو يلتمسه فيجد به مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، فيعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك، فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له والله إني لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيه عذر من عذر الناس. وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه. لما رآه على هذه الحالة اعتبر وأنه حجر لا ينفع ولا يضر ولا ينصر نفسه، فكيف ينصر غيره؟ صار له عبرة. نعم. فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه. نعم، رضي الله عنه. فقال أسلم وحسن إسلامه بعد هذه العبر التي حصلت له مع هذا الصنم الذي عرف أنه لا ينفع نفسه ولا يدفع عن نفسه، كيف يدفع عن غيره؟ نعم. فأسلم وحسن إسلامه. وقال حين أسلم، فيه أيضا جماعة آخرون، فيه جماعة آخرون لهم صنم ويجعلون عنده طعاما، يجعلون عنده طعاما ليأكل بزعمه، ثم يأتي الثعلب ويأكل هذا الطعام ويبول على هذا الصنم، ففعل ذلك ليالي تكرر من هذا الثعلب أنه يأكل ما عند هذا الصنم من الطعام ويبول عليه، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. عند ذلك أبصر وتاب إلى الله عز وجل، ترك عبادة هذا الصنم. نعم. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة، والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لما القاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. نعم. وكان من قصة الأنصار، كان اليهود مجاورين لهم في المدينة، وكانوا يتوعدونهم بنبي سيبعث فيكونون معه ويقتلون هؤلاء القوم في المدينة، فلما سمعوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنه للذي تتوعدكم يهود به، فأسرعوا إليه ولا يسبقوكم إليه، فجاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة البيعة الأولى، ثم جاء في العام الذي بعده أكثر منهم وبايعوا الرسول من الأوس والخزرج، وبايعوه على أن يهاجر إليهم وأن يحموه ويدافعوا عنه ما يدفعون عن أولادهم ونسائهم، فبايعوه على هذا، وكان معه عمه العباس رضي الله عنه
ليتوثق لابن أخيه قبل أن يسلم العباس، ليتوثق لابن أخيه منهم. فحصلت الهجرة، حصل الخير والبركة، ونفع الله بالأنصار، أعز بهم دين الإسلام، وآووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وصدقوا معه. نعم. قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه. نعم، كانت بيوت مكة في كل بيت صنم، في كل بيت صنم يعبدونه. وكانوا إذا سافر الشخص منهم يحمل معه هذا الصنم ليعبده في سفره، فإذا لم يكن معه صنم فإنه يجمع كوما من تراب ويحلب عليه شاة ثم يعبده من دون الله عز وجل. هذه حالتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في مكة بجوار الكعبة، وكان على الكعبة 360 صنما معلقة عليها، على الصفا والمروة، على الصفا صنم وعلى المروة صنم، كانت الأصنام منتشرة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتلف هذه الأصنام وطهر الكعبة وطهر المسجد الحرام، طهر مكة منها. نعم. واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، يعني في مكة. نعم. فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به، وإذا قدم من سفر تمسح به، فيكون آخر عهده به وأول عهده به. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، جهر بالدعوة، وكان مختفيا في الأول، كانت الدعوة سرية في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، سرية كانوا يجتمعون فيها ويخرجون جميعا يصلون في المسجد الحرام، جميعا يحرس بعضهم بعضا ويصلون في المسجد الحرام، ثم يرجعون إلى هذا البيت، بيت الأرقم بن أبي الأرقم. فلما أسلم عمر رضي الله عنه خرج معهم، هابت قريش أن تضرهم بشيء ومعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأعز الله به الإسلام والمسلمين بإسلامه. يقول عبد الله بن مسعود: كنا أذلة فأعزنا الله بعمر. نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لما أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته وصباحاه، على عادتهم إذا نزل بهم شيء ينادون بعضهم بعضا، اجتمعوا عليه، فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر السورة. وامرأته حمالة الحطب، كانت تحمل النميمة وتسب محمدا صلى الله عليه وسلم وتسميه مذمما بدل محمد، فالله جل وعلا نصر رسوله، ومات أبو لهب على الشرك ولم يؤمن ولم يدخل في الإسلام، مات على الشرك
لأن الله حرمه من الإسلام عقوبة له. وأم جميل هذه التي كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ماتت، وانتهى الأمر بهم إلى الهلاك والعياذ بالله. ما نفع عمه أبا لهب لما لم يسلم، لم ينفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا رد على الذين يتعلقون ويتبركون بالأشخاص ويظنون أنهم سينصرونهم وأنهم سيحمونهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر على أن يحمي عمه أبا لهب، ولم يسلم أبو لهب، مات على الشرك والعياذ بالله. نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، لما اجتمعوا بعدما نادى على جبل الصفا، اجتمعوا عليه لينظروا ماذا يريد منهم، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا إله إلا الله، هذه فيها، هذه كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذا معناها. وقد عرفته قريش، عرفته قريش، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ففهموا أن هذه الكلمة تنفي الشرك وتخلص العبادة لله عز وجل، ولهذا تسمى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، تسمى العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، لأن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والآية يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، يؤمن بالله هذا معنى إلا الله. فهذه الكلمة تفسر لا إله إلا الله. فانظر أن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أبوا أن يقولوها لئلا يتناقضوا، كيف يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله عز وجل؟ هذا تناقض، وهم لا يريدون التناقض، يأنفون منه. كثير من القبوريين أو كل القبوريين اليوم يقولون لا إله إلا الله في الصباح والمساء، لهم أوراد من لا إله إلا الله وهم يعبدون القبور، ما فهموا معنى لا إله إلا الله. يقولون لا إله إلا الله ويقولون يا علي يا حسين يا فلان يا فلان، ما فهموا معنى لا إله إلا الله، مع أن المشركين فهموا ذلك. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ نعم. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون من جعل الآلهة إلها واحدا. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهتكم، تواصون بالصبر على الشرك وعلى عبادة الأصنام، امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ملة قريش، ما سمعوا بهذا، بهذه الكلمة. فهم فهموا معناها، فهموا معناها، وهؤلاء يقولونها ويرددونها ولا يفهمون معناها. نعم. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب. نعم، جعلوا مضاهاة للكعبة
في بلادهم، جعلوا لها سدنا وجعلوا لها أوقافا عليها تضاهي الكعبة. نعم. وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف يهدى لها، يعني يذبح عندها، تهدى لها الإبل والبقر والغنم، تذبح عندها كما تهدى للكعبة المشرفة، كما يذبح الهدي في الحج والعمرة. نعم. ويطاف بها كما يطاف بالكعبة. نعم. وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. نعم. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا، وجعل 3 أثاثيا لقدره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا. نعم. إذا سافر الرجل منهم من المشركين من أهل مكة جمع أحجارا فنظر في أحسنها فجعله ربا يعبده، وجعل البقية أثافية للقدر يطبخ عليها. نعم. فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل ترك هذه الأحجار، وإذا نزل جاء بأحجار أخرى. نعم. فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. نعم. قال حنبل: حدثنا حسن ابن الربيع قال حنبل ابن إسحاق، حنبل ابن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد، عمه الإمام أحمد، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، تتلمذ على عمه. نعم. قال حنبل: حدثنا حسن ابن الربيع قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به، لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به، لحقنا بمسيلمة الكذاب. لأن مسيلمة الكذاب في اليمامة ادعى النبوة، وتبعه قوم كثير في نجد صدقوه، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفان، ولكنكم قوم تظلمون. كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ردا عليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به، لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب، ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. يطوفون بهذا التراب الذي جمعوه وحلبوا عليه الشاة، يجعلونه قائما مقام الكعبة، يطوفون عليه. هذه حالة العرب قبل الإسلام. نعم. وقال أبو رجاء أيضا: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده، وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمنا ثم نلقيه. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد ابن هارون قال: أخبرنا الحجاج ابن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك، فالتمسوا ربا. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينما نحن كذلك نطلبه، إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، فإذا حجر فنحرنا عليه الجزر. هذه حالة العرب قبل الإسلام. نعم. وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر
قال حدثني الحجاج بن صفوان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال كنت امرأ ممن عبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ما تلا عالم من حجر إلى حجر. نعم. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما فجعل يطعن بسية قوسه في وجوهها وعيونها. فجعل يطعن بسية قوسه في وجوهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهي تتساقط على رؤوسها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم طهر الكعبة من هذه الأصنام. نعم. فصل. وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم فطائفة تلاعب الشيطان بكل قوم على قدر عقولهم. نعم. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى. نعم. الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. نعم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج ونهى عن الصلاة إلى القبور وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. لعن. نعم. المتخذين على القبور المساجد والسرج. إيه نعم. المساجد مصليات يصلون إليها والسرج لتعظيمها لا يجوز إسراج المقابر ولا يجوز أن يصلى عندها لأن هذا وسيلة إلى الشرك وإن كان المسلم لا يصلي إلا لله لكن لا يصلي عند قبر لأن هذا فيه تشبه بالمشركين وهو وسيلة إلى الشرك. نعم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج ونهى عن الصلاة إلى القبور. نعم. وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فحمى الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ولم يصل إليه أحد وإنما يسلمون عليه من وراء الحجر عليه الصلاة والسلام حماية له فأجاب يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران على قبر الرسول ثلاثة جدران على شكل مثلث من جهة الشمال مثلث ليه؟ لئلا يستقبل أحد هذا الجدار الذي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون أمامه جدار إنما هو مثلث يلتقي بزاوية هذا من الحكمة في جعله هكذا لئلا يعبد أحاطه بثلاثة الجدران فغدت أرجاؤه بدعائه في عزة ومنعة وصيان. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخذوا قبره عيدا لا تتخذوا قبري عيدا يعني عيد مكاني لا تجتمعوا عند القبر سلموش ما تجتمعون عنده تقفون عنده للدعاء ما يجوز هذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن تدعو فروح في ناحية من مسجد الرسول وادعو الله وصلي لا يكون هذا عند القبر. نعم. حماية للتوحيد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
لما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم وهو يقاسي من سكرات الموت، وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعه المشركون أن يفعلوا بقبره مثل ما فعل المشركون بقبور الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لم يشغله الموت وسكرات الموت عن النصيحة لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. تسوية القبور يعني عدم رفعها، يرفع القبر قد عن الأرض قدر شبر ولا يرفع أكثر من ذلك، ويكون مسنما لأجل ينزل الماء عنه ولا يجتمع فوقه، يكون مسنما وقدر شبر، هكذا قبور المسلمين. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمس التماثيل. نعم، التماثيل هي جمع تمثال، وهو الصورة المجسمة، الصورة المجسمة هذا هو التمثال، كان ينحت حجر ويجعل على صورة إنسان، أو يبنى بنية على صورة إنسان، هذه التماثيل التي أنكرها إبراهيم عليه السلام، قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ نعم. فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله. أبى المشركون إلا خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، ففعلوا ما نهى عنه. نعم. فأبى المشركون إلا خلافه. أما المسلمون فلم يفعلوا هذا. نعم. فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد. نعم. وإما عنادا لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا، وهذا السبب ولم يضرهم ذلك شيئا. نعم. فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا. ولم يضر أهل الشرك، لم يضر أهل التوحيد شيئا، وإنما نصر الله أهل التوحيد وأذل أهل الشرك، الحمد لله. نعم. وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين، وأما خواصهم فإن التعلق بالقبور هو السبب الغالب على العوام غير المتعلمين، على عوام المشركين، وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، جعلوا صورا للكواكب، لأنهم يعبدون النجوم تنجيم، التنجيم يعبدون النجوم ويعتقدون فيها عند طلوعها وعند غروبها أنها يحصل حوادث تتعلق بطلوعها أو بغروبها، هذا هو التنجيم، نسبة الحوادث، التنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، نسبة الحوادث الأرضية إلى الكواكب. نعم، إلى الأفلاك. نعم. وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صورة نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. نعم. وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحجا وقربانا، ولم تزل هذه في الدنيا قديما وحديثا. نعم، لا يزال المشركون على هذا قديما وحديثا إلا من هدى الله منهم. نعم. ولم تزل هذه في الدنيا قديما وحديثا، فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كان به أصنام، أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار. نعم. ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة،
نعم صنعاء عاصمة اليمن يعني هذا في الجاهلية. نعم. بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة طرغانة فخربه المعتصم. طرغانة. بمدينة طرغانة. نعم. فخربه المعتصم. وأشد العباس. نعم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى. ولا يزال بالهند لا يزال الشرك والعياذ بالله. نعم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى ابن بشر إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهمن ووضع له يقال له برهمن برهمنين ووضع لهم أصناما وجعل أعظم بيوت البراهمة اللي يسمون البراهمة الآن في الهند. نعم. ووضع لهم أصناما وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند وجعل فيها صنمهم الأعظم وزعم أنه بصورة الهيلولة الأكبر الهيولة الأكبر. نعم. وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان فأراد المسلمون اسمها الملتان الملتان. نعم. واسمها الملتان لا تزال بهذا الاسم إلى الآن. نعم. وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان فأراد المسلمون قلع الصنم فقيل لهم إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من المال فأمر عبد الملك ابن مروان بتركه فالهند تحج إليه من نحو 2000 فرسخ ولا بد لمن يحجه أن يحمل معه من النقد ما يمكنه من 100 إلى 10,000 لا يكون أقل من هذا ولا أكثر فيلقيه في صندوق عظيم هناك ويطوف بالصنم فإذا ذهبوا ورجعوا إلى بلادهم قسم ذلك المال فثلثه للمسلمين وثلثه لعمارة المدينة وحصونها وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه. نعم طلبوا تحريق إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت روضة خضراء جعلها الله روضة خضراء قال بردا وسلاما لو قال بردا وسكت لا أهلكت إبراهيم ببرودتها لكنه قال وسلاما. نعم. وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى. وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه. الصابئة يقول شيخ الإسلام بن تيمية الصابئة على قسمين صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون. نعم. وهو مذهب قديم في العالم والذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر هؤلاء المسلمون الصابئون المسلمون. نعم. وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل وهو أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود والدعاء ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على لون النار وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع وله سدنة وقوام وحجبة
يأتون البيت ويصلون فيه لها 3 كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعونه ويستسقون به، يصنعونه بأيديهم ويعبدونه. أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. نعم. وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت يسجدون للشمس. ولهذا ينهى أن يصلي المسلم عند بزوغ الشمس لئلا يتشبه بالكفار. نعم. وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت، وإذا توسطت الفلك. وكلا الأوقات الثلاثة نهي عن الصلاة فيها، نهي عن الصلاة عند بزوغ الشمس، ونهي عن الصلاة عند غروبها، ونهي عن الصلاة عند توسطها فوق الرؤوس قبيل دخول وقت الظهر. نعم. وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت، وإذا توسطت الفلك. ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له. أين تطلع بين قرني شيطان؟ يقول صلى الله عليه وسلم إنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، وكذلك تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. لهذا نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم. ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا، وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. نعم. فصل. وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول أريد أن أعلم التوحيد للأطفال في بلدي بشكل ملخص، لأن كثيرا من الناس هناك يبلغ 30 من العمر ولا يعرف معنى الشهادتين، فبماذا تنصحونني وكيف أعلمهم تعليما صالحا؟ 3 أصول، علمهم 3 أصول مختصرة وواضحة وجيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل صحيح أن الأصنام تنطق يوم القيامة وتتبرأ ممن عبدها من دون الله سبحانه؟ الله أعلم، ما نقول إلا ما ثبت بالدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل فعلهم كبيرهم هذا، يقول هل هذا يعتبر من باب التورية والتعريض للخلاص من شر المشركين؟ هذا من إقامة الحجة عليهم، إذا كان كبيرهم لا يرضى أن يعبدوا معه فكيف الله يرضى أن تعبدوا معه وغيره؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عباد الأصنام هل هم يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى فيكونون مشركين، أم أنهم يفردونها بالعبادة؟ منهم من يعبدها مع الله ومنهم من يعبدها استقلالا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة في كون عدد الأصنام التي حول الكعبة 360 صنما؟ هل جعلوها بعدد أيام السنة؟ لا، ما ذكر هذا، هذا ما ذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا قلنا للقبوريين لا تعبدون القبور والأموات فإنهم لا إذا قلنا للقبوريين لا تعبدون القبور والأموات، لا تعبدوا القبور والأموات. نعم. فإنهم يقولون إننا لا نعبدها، إنما نطلب أن تقربنا إلى الله، لأن هؤلاء الأولياء أقرب إلى الله. هذا قول المشركين الذي ذكره الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، هذه مقالة المشركين تماما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بالطاغوت المذكور بالقرآن؟ هل المراد به الأصنام؟ الطاغوت ما عبد من دون الله، يعني الطواغيت كما قال ابن القيم طواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه رؤوس الطواغيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ابتدع عبادة الأصنام يكون عليه وزر كل من فعل فعلته؟ ما في شك أن من أحدث عبادة الأصنام واقتدى به غيره يكون عليه إثمه وإثم من تبعه. من دعا، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، إلى من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يعبد القبور ويذبح لها جهلا، فهل يخرج بفعله من الملة؟ ما يعذر بالجهل، بلغت الدعوة، من بلغته الدعوة فإنه لا يعذر بالجهل، والدعوة بلغت المشارق والمغارب ولله الحمد، لا تخفى أبدا، إلا من كان منعزلا عن العالم لا يصل إليه شيء ولا يسمع الأذان ولا الصلاة ولا يسمع شيء، فهذا يعتبر من أهل الفترة، من أهل الفترة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الإلحاد وهو إنكار وجود الله سبحانه أعظم من الشرك؟ أي نعم، أعظم من الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فتح الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فتح مصر، ولكنه لم يهدم الأصنام، أصنام الفراعنة، يقول: ما الحكمة في إبقائها في ذاك الوقت؟ يهدم جبال، أصنامهم جبال، أبو الهول جبال، تبون عمرو بن العاص يهدم الجبال؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح، حيث إن دعاء الله عنده قد جرب وأنه مجاب؟ هذا شرك والعياذ بالله، هذا وسيلة إلى الشرك. لا يدعى عند القبر، ولا يصلى عند القبر، ولا يذبح عند القبر، كل هذه من، وإن كان اللي يفعل هذا لا يقصد إلا الله، لكن وجوده عند القبر وسيلة إلى الشرك ولو فيما بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لماذا سمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحنيف؟ حنيف هو المقبل على الله، المعرض عما سواه، هذا الحنيف، المقبل على الله المعرض عما سواه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يكون طمس التمثال؟ هل يكفي طمس الوجه فقط؟ إزالة رأسه، طمسه بإزالة رأسه، وكذلك الصورة الفوتوغرافية المعلقة، إما أن تطمس ويزال رأسها، وإما أن تلقى وتداس. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل طمس التماثيل وإتلافها هو حق لكل مسلم؟ هذا من الإنكار باليد، وهذا لمن بيده سلطة، اللي ما بيده سلطة ما يستطيع هذا. نعم، هذا لأهل السلطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطواف بالقبر يكون كفرا أو بدعة بحسب نية الفاعل؟ إن كان يطوف بالقبر يتقرب إلى القبر فهو شرك أكبر، لأنه صرف الطواف لغير الله، والطواف عبادة، وإن كان يطوف لله، نيته لله، لكن عند القبر يرى أن هذا فيه خير وفيه، فهذا وسيلة إلى الشرك.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم عمل من يتفنن بنحت الصور ونقشها كالتماثيل وغيرها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز التصوير، التصوير الضوئي الرسم لا يجوز، فكيف بصناعة التماثيل؟ لا يجوز هذا. الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة، ليخلق شعيرة. فلا يجوز أن يضاهي خلق الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تعظيم الأصنام يصدق عليها أنها وسوسة شيطانية؟ دعوة، دعوة شيطانية. دعا الذي دعاهم إلى هذا هم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، ليس شياطين الجن فقط بل شياطين الإنس أيضا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند إتلاف الإنسان للأصنام هل يشرع أن يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا؟ أي نعم، إذا كان له سلطة ويقدر على إزالتها فإنه يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند إزالتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح ما يقال بأن مشركي العرب القدامى أهون من مشركي هذا الزمان؟ نعم، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن شرك هؤلاء أعظم شركا من الأولين، شرك الموجودين هؤلاء أعظم من شرك الأولين، لأن الأولين إنما كانوا يتوسلون بها إلى الله، أما هؤلاء فيعتقدون فيها أنها تنفع وتضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل فعل عبد الملك ابن مروان في إبقائه للصنم وترك المشركين يحجون إليه ويغنم أموالهم فيأخذ الثلث للمسلمين، هل هذا أمر جائز؟ هذا غير صحيح، ما أظن هذا يفعله عبد الملك بن مروان، وهو الخليفة العالم الذكي يعمل هذا الشيء؟ ما أظن يعمل، ما كل ما ذكر في التاريخ يصدق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل؟ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب الشرك الأصغر؟ يعني قل من يسلم من الشرك الأصغر، قل من يسلم من الشرك الأصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز للمسلم أن يزور الكنيسة لينظر كيفية عبادة النصارى؟ لا بأس بذلك، بل يجوز أن يصلي في الكنيسة إذا كان ما فيها صور معلقة، يجوز يصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن مجموعة من طلاب المنح والإجازة قريبة، فما نصيحتكم لنا عند رجوعنا إلى بلادنا؟ أن تعلموا الناس العقيدة الصحيحة، تنشروا العلم والدعوة إلى الله، ينفع الله بكم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما استدار الصحابة رضوان الله عليهم إلى الكعبة بعدما كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، هل يستدل بذلك على أن من صلى إلى جهة غير الكعبة ثم نبه في هذا الوقت أنه يستدير إلى الكعبة ويكمل صلاته؟ إيه نعم يكمل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول حفظك الله: دخلت المسجد في صلاة الصبح، صلاة الفجر،
والناس يصلون في الركعة الثانية. يقول: إذا دخلت معهم وكان الصف مكتمل، فهل لي أن أصلي خلف الصف؟ لا، ما تصلي وحدك خلف الصف، لا صلاة لفذ خلف الصف. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ادخل مع الصف، أو ادخل عن يمين الإمام، أو انتظر حتى يأتي من يصف معك. نعم. ويقول حفظك الله: وهل لي أن أدخل بين اثنين من المصلين في الصف؟ إذا كان لك فرجة، إذا حصلت فرجة تدخل في الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تشرع قراءة سورة السجدة وسورة الملك كل ليلة؟ لا أعلم شيء من هذا. قراءة السجدة هذه يوم الجمعة، تقرأ في فجر يوم الجمعة. أما سورة الملك نعم تقرأ، لأنها الواقية من عذاب القبر، تقرأ في كل ليلة أو في بعض الليالي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مأموم وقد نسيت أن أذكر ذكر السجود سبحان ربي الأعلى، فهل علي سجود وأنا مأموم للسهو؟ وأنا مأموم نسي أن يقول سبحان ربي. تحمله عنك الإمام، سجود السهو يتحمله الإمام عمن خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة حملت بعد ارتكابها لفاحشة الزنا عياذا بالله، فهل لها الحق في أن تسقط هذا الجنين؟ لا يجوز هذا. تجمع بين جريمتين، زنا وجناية على الحمل، ما يجوز لها هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ نعم ورد هذا، وهو صحيح. والمراد باللعن الذم، يعني مذمومة، ملعونة يعني مذمومة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل غسيل الكلى يفطر الصائم خصوصا إذا كان المريض مستطيعا للصيام؟ نعم نعم، يفطر الصائم، لأن معه أدوية ومعه أيضا سوائل تدخل في الجسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا رجل بعيد عن أهلي، وفي بعض الأحيان يتلاعب بي الشيطان فأقع في العادة السرية، يقول: ما حكم هذه العادة وما نصيحتكم لي في هذا الأمر؟ العادة حرام، وأيضا هي ضارة، حرام وهي ضارة تضرك، فتجنبها. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذا من العدوان، لأنه ليس في زوجة ولا ملك يمين، هو حرام. نعم، عدوان أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أعمل مدرسا للغة العربية في مدرسة فيها اختلاط وتحوي على مقررات عن سيرة المغنين وغيرهم، والدي يهددني بعدم الرضا عني إن تركت هذا العمل في هذه المدرسة لقلة الوظائف، ما نصيحتكم لي في ذلك؟ نصيحتنا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وله أبوه، لا تطعه في المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل تصح قراءة الأدعية الواردة في القرآن للمرأة التي عليها حيض أو نفاس؟ هل يصح قراءة الأدعية الواردة في القرآن للمرأة التي تكون في الحيض أو في النفاس؟
إذا لم تقصد التلاوة لا بأس، تقصد الذكر ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كفارة المجلس هل يشرع قولها حتى ولو كان الإنسان في مجلس علم؟ إيه نعم، عامة عامة، لأنه إن كان مجلس علم وخير يكون طابع عليه كالطابع عليه، يعني ختم عليه يختم عليه ولا يضيع منه شيء، وإن كان مجلس له ولاعب لا فهي كفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طلقها زوجها وسجلت في الضمان الاجتماعي، وبعد فترة رجعت في أثناء العدة إلى زوجها، علما لأن صك الطلاق معها وتراجع به الدوائر، وما زالت تأخذ الضمان على أنها مطلقة. سؤالها: هل ما تأخذه من الأموال جائز؟ لا، ما هو جائز، هذا حرام، هي في كفالة زوج والزوج ينفق عليها، وزال السبب الذي من أجله تأخذ الضمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان مسافرا فهل يشرع له أن يصلي مع الجماعة في المسجد؟ إيه نعم، إذا كان يسمع الأذان قريبا منه مسجد فلا يجوز له أن يصلي في منزله، بل يذهب يصلي مع الجماعة. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يقوم بالصلاة على الجنازة في المسجد قبل صلاة الإمام عليها، فهل هذا أمر مشروع؟ لا، ما هو مشروع، هذا افتيات على الإمام، على إمام المسجد، ما يصلي على الجنازة أحد قبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة، في أناس يتتبعون المساجد يصلون على الجنائز ويطلعون يروح المسجد الثاني، صدر فتوى بأن هذا ممنوع ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي صديق يقول بأن الأغاني والموسيقى هي مسألة اجتهادية بين العلماء، وأن فيها خلافا قويا، فهل ما يذكره صحيح؟ الخلاف ما يبرر الحرام، أنت انظر للدليل، اللي معه الدليل اتبعه، ولا تقول المسألة فيها خلاف وجائزة، لا، خلاف ما يبرر لك أنك تأخذ الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للعمرة في شهر رجب مزية في الشرع؟ لا، ليس لها مزية، ولا يعمل في شهر رجب شيء، ما يعمل فيه شيء خاص به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل ثبت أن الإسراء والمعراج هل ثبت أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب؟ لا، ما ثبت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس ذكر بأنه يجوز أن تسأل الوسيلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، ونسبه إلى بعض الآئمة، فهل ما يذكرونه صحيح؟ كيف؟ بعض الناس ذكر بأنه يجوز أن تسأل الوسيلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه وتمشي، وإذا أردت الدعاء تروح بناحية من المسجد وتدعو الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا إمام يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة الإنسان ويقسمها بين الركعتين، فهل فعله هذا مشروع؟ لا، ما ورد هذا، اللي ورد أن تقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية سورة الإنسان كاملة، كاملتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يلزم سد الفرج في الصلاة في الصفوف وإلصاق الأقدام بعضها ببعض؟ نعم، سد الفرج واجب، سد الفرج واجب، ولا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا فرجا للشيطان،
الشيطان يتخلل بين المصلين ويوسوس لهم، فإذا التحموا وسدوا الفرج ما يتمكن الشيطان يدخل من بينهم. نعم، ولكن ما هو سد الفرج أنك تفحج تأخذ محل رجالين، سد الفرج بالتقارب، تقارب وبمحاذاة المناكب والأكعب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نجيب على شبهة الصوفية الذين يقولون بجواز بناء القبور في المساجد لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد؟ كذبوا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم معه في المسجد في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان خارج المسجد إلى أن وسع المسجد في عهد عهدها الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان الأمير على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأدخلوا الحجرة بالمسجد. وربما يكون هذا أحسن، لأن لو كانت بارزة الحجرة بارزة لتقاتل عليها الناس، الآن دخلت في المسجد ومنعت والحمد لله ولم يحصل عندها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من خارج هذه البلاد، يقول: يوجد عندنا إمام مسجد يعلم جماعته أذكارا بعد صلاة الجمعة، منها أن من قرأ الفاتحة والمعوذتين بعد صلاة الجمعة كفر الله عنه ما بين الجمعتين وكان معصوما. هذا كذب، هذا كذب ولم يرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كتم توبته من الكفر والشرك خوفا من قومه ثم مات، فهل يصلى عليه؟ إذا علمتم أنه مسلم صلوا عليه، صلوا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أطفال المشركين المقلدين لآبائهم في عبادة الأصنام إذا ماتوا صغارا، فما هو حكمهم في الآخرة وهل ورد شيء في ذلك؟ تبع لآبائهم، أطفال المشركين تبع لآبائهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل عباد الأصنام يصح تسميتهم بالوثنيين؟ إيه نعم، الأصنام هي الأوثان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أفضل كتاب يرد على القبوريين؟ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الجملة، فهو أوسع من رد عليهم في الفتاوى الصغرى والكبرى. نعم، راجعها. نعم، في مسألة القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير كلمة في اقتضاء الصراط المستقيم؟ أيضا فيه رد عليهم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما المراد بالحكمة؟ حكمة الفقه، الحكمة الفقه في دين الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ما المراد بالاعتراف بالذنب؟ هل هو أن يجاهر به ويخبر به؟ هؤلاء الذين تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا جئت للجمعة متأخرا وكنت أسمع صوت الإمام في الخطبة قبل أن أصل إلى المسجد، فهل يجب علي أن أتوقف عن الكلام حتى وأنا خارج المسجد؟ لا، إنما إذا حضرت في المسجد بين يدي الإمام ويخطب فأنصت، أما الطريق أنت من في المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من يترك العمل الصالح خوفا من الرياء؟ هذا لا يجوز، ترك العمل لأجل الناس شرك. يقول السلف: ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يعافيك الله منهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا خالط الرياء الصلاة فهل تبطل الصلاة؟ إن كان يسيرا لا تبطل، أما إن كان كثيرا ولم يحضر قلبه فيها، هي تجزي في الظاهر لكنها لا تجزي في الباطن. نعم، ما يؤمر بالإعادة لأنه صلى، ولكن عند الله لا يكون له من الأجر إلا قدر ما حضر قلبه فيه، خشع مع الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية؟ ما في شك، نعم، لا يغفر أن يشرك به، هذا عام بالشرك الأكبر والأصغر إلا بالتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اعتقد أن هناك من يعلم بعض الغيب فهل يعتبر مشرك بهذا الأمر؟ يعتبر كافرا، يعتبر كافرا، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر أيضا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من قدر على الوصال في الصوم إلى السحر فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، ولكن الأفضل أنه لا يواصل، إنما يفطر، يفطر عند غروب الشمس والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، في الحديث القدسي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح الفصل الطويل بين الطواف والسعي سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لا بد من دلك الذراعين في الوضوء وكذلك دلك الرجلين؟ المطلوب الإسباغ، وأن يعم الماء كل العضو، فإن دلكه فهذا أفضل، وإن لم يدلكه يكفي جريان الماء على العضو بدون دلك. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.